تعالوا نروح لملف تاني كريم، لان الملف الاخر ده احنا اتكلمنا عنه امبارح واثار جدل كبير جدا. أيوه. وكان في نوع من يعني برضو التنمر، وهي قضيه اعتقد العالم كله دلوقتي بيرفضها. امبارح اتكلمنا عن مطالبه الاتحاد الاردني لكره القدم للاتحاد الاسيوي بضروره التحقيق حول جنس حارسه مرمى منتخب ايران للسيدات، لو حضراتكم فاكرين. الاتحاد الاسيوي رد، كشف عن نتائج التحقيق اللي اثبتت ان جنس اللاعبه الايرانيه انثى. اهو تم حسم الجدل، لان ناس كتير جدا، معلش هنقف هنا شويه. امبارح لما الصوره بتاعتها كان ليها صوره يا كريم، والطرحه بتاعتها راجع لورا شويه، شعرها قصير. صوره ثانيه غير دي، غير الصوره دي، غير صورتها في الملعب، الطرحه راجع لورا شويه، لان هي اصلا شعرها دي حاجه ترجع لها برده. فالبعض بيقول لك بص اهو في واحده بنت شعرها عامل كده، يعني حتى تحس في تنمر بشكل مبالغ فيه، يعني مش كده، كل واحد حر. وفي الاول وفي الاخر اوكي، ده تم او ده طلب تم بشكل قانوني، تم الرد عليه. احنا كبشر بقى مش من حقنا ان احنا نقعد نتدخل ونتنمر، ويعني مشاعر هذه الفتاه ايه في الاخر؟ مش حاجه حلوه. خليني اكمل واقول برضو يعني خاطب الاتحاد الاردني لكره القدم بالنتيجه النهائيه حول الشكوى المقدمه. والقصه دي يعني زي ما انا بقول كان ليها اثار، او اثارها الاتحاد الاردني اصلا لكره القدم، بعد ما فاز منتخب ايران للسيدات على نظيره الاردني بركلات ترجيح في مباراه نهائي تصفيات كاس اسيا، والطالب فيها بضروره فتح التحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبه. البعض بيقول لك يعني هو عمل كده عشان خسر، ولا عشان كانت هي متالقه؟ كان هناك شك على كل حال في اهليه لعيبه، يعني لعيبه كانت مشاركه اللي نتكلم عنها دلوقتي. وبعد التنمر اللي حصل ده على السوشيال ميديا وغيره، الجميع بقى طالب بالاعتذار للاعبه زهره كوداي، وهي خليني اقول لحضراتكم هي لاعبه متالقه جدا، مش اول مره ان هي كمان تتالق في مباراه زي كده. احنا نزلنا برده بعض المعلومات عنها، هي مواليد 89، وهي تالقت قبل كده برده في مباراه منتخبها. وعايزه اقول لحضراتكم هي بتمثل كمان منتخب بلادها في تصفيات كاس اسيا، وكان ليها دور بارز جدا اصلا في تاهل ايران. ف معلش احنا يعني انا مش عارفه اقول لها ايه لو هي بتتابع او هي بيوصل لها الكلام، يعني احنا بنعتذر حقيقي لحاجه زي كده. شيء وحش قوي، من اكتر او اكبر انواع التنمر. حد يجي يقول لك انت رجل ولا امراه، يعني حاجه غير مالوفه، بس تقيله قوي، يعني صعبه.